بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثتكم خلود المناعي، مدير البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني. نرحب بكم في هذا الملتقى الافتراضي، والذي يعد من ضمن سلسلة الملتقيات الافتراضية التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني من أجل توعية الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالإرشاد المهني. ومنا نحن مركز قطر للتطوير المهني نقدم أطيب التهاني والتبريكات لجميع أبنائنا الطلاب على ما بذلوه من جهد متواصل في المدرسة، ونخص بالذكر طلاب الثانوية العامة. ومن هنا سننطلق معكم إلى عنوان ندوتنا لهذا اليوم، وهي حدد مسارك المهني، والتي يطلقها اليوم المركز بهدف تمكين وإلمام الطلاب وأسرهم بأهمية التوجيه المهني المبكر وضرورة تعرف الطالب على إمكانياته وقدراته وشخصيته وأثر ذلك على اختيار المسار المهني السليم. كما سنتحدث عن دور المبادرات الشبابية في المجتمع القطري ودعمها لعملية التوجيه المهني، وسنسلط الضوء على مبادرة بوصلة المستقبل والنتائج التي حققتها على أرض الواقع. في البداية أود أن أذكركم بإرشادات الجلسة. هذه الجلسة مسجلة وسيعاد عرضها على قناة مركز قطر للتطوير المهني على اليوتيوب. يستطيع المشاركون في هذه الجلسة مشاركتنا بتعليقاتهم وأسئلتهم عبر كتابتها في خانة الدردشة The Chat Box. احتفظ بهاتفك المحمول قريباً منك للمشاركة في استطلاعات الرأي. في البداية ستكون الجلسة عبارة عن نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني، التعريف بالمشاركين، عروض المشاركين، وسنتيح لكم المجال إلى الأسئلة والإجابة عليها من قبل المشاركين في هذه الندوة. من نحن؟ نحن مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر يسعى لأن يكون منارة التوجيه المهني في دولة قطر من أجل إعداد رأس المال البشري الوطني للاستجابة لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر غرس المنهج المهني وترسيخه كجزء من الثقافة الاجتماعية والاقتصادية للدولة. يهدف مركز قطر الوطني إلى مساعدة الشباب في قطر على تحديد أهدافهم التعليمية والمهنية والتخطيط السليم لتحقيق ما يتناسبه مع قدراته واحتياجات السوق القطرية. كما يقوم المركز على توجيه أولياء الأمور والعاملين في مجال الإرشاد المهني وإمدادهم بالمعلومات التي يحتاجونها في الإرشاد المهني. ويسعني اليوم أن أرحب بالمشاركين في هذه الجلسة، وأنا أشكرهم جزيل الشكر على حضورهم اليوم وإتاحتهم الوقت لنا وللطلاب اللي معانا. الدكتورة حمدة النعيمي، وهي خبير توجيه وتطوير مهني بمركز قطر للتطوير المهني، حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال التوجيه المهني من جامعة ريدنج بالمملكة المتحدة، وتعمل في مجال الإرشاد المهني في دولة قطر منذ أكثر من 12 عام. كذلك معنا الأخت إيمان العبيدي، المدير التنفيذي والمؤسس لمبادرة بوصلة المستقبل، والأخ صالح صدام صالح السعدي، المدير الإداري لشركة توب بازار للمواد الغذائية والمدير التنفيذي لبروفيشنال تيم، وهو عضو في فريق العلاقات في مبادرة بوصلة المستقبل وطالب في جامعة قطر تسويق وإدارة سنة ثالثة. الآن سنبتدي مع الدكتورة حمدة في ندوتنا اليوم لحدد مسارك المهني. مرحبا دكتورة حمدة، تفضلي. يا مرحبا أختي خلود، يا مرحبا المشاركين، يا مرحبا حضورنا الكرام أبنائي الطلبة. إن شاء الله تستفيدون من هالندوة الافتراضية البسيطة. المحتوى اللي أنا بعرضه عليكم محتوى بسيط ولكنه في غاية الأهمية، منه أن أعرف ذاتك، كن مطلعاً،
اسأل المختصين، تجنب مشوشات اتخاذ القرار المهني الصائب، وضع خطوة. طبعاً في تحديد مسارك المهني تحتاج أول خطوة أن تعرف ذاتك. لو انتقلنا للشريحة اللي بعدها، أهم شيء في اختيار قرار مهني صائب أنك أنت تعرف شخصيتك وقيمك ومهاراتك. من أنا؟ ماذا أحب؟ ما هذه قيمي في الحياة؟ شنو الأهم شيء في قيم الحياة بالنسبة لي؟ هل هم زملاء العمل؟ هل هو المال؟ هل هو المكان؟ هل هو البرستيج أو القيمة؟ ما هي مهاراتي؟ ما الذي أستطيع أن أعمله؟ ما الذي أحب أن أعمله؟ هل أنا إنسان أعمل بيدي؟ هل أنا إنسان مفكر؟ هل أنا إنسان مطور؟ هل أنا إنسان فنان؟ فهذه النقطة وايد مهمة في أنك تأخذ القرار مهني صائب. لو انتقلنا للشريحة اللي وراها، من أهم النقاط أنك أنت تعرف نمط شخصيتك. إحنا نعتمد على تحديد الشخصية، نمط الشخصية، على نموذج هولند اللي يقسم الناس إلى 6 أقسام حسب اختياراتهم المهنية. هل أنا إنسان واقعي؟ هل أنا إنسان تحقيقي؟ هل أنا إنسان فني؟ هل أنا إنسان اجتماعي؟ هل أنا إنسان ريادي؟ هل أنا إنسان تقليدي؟ كل نوع من أنواع هذه الأنماط الشخصيات في مهن تتناسب معه وفي مهن تتعارض معه. احنا نشوف ناس كثيرين يدرسون، خلنا اعطيكم مثلا امثلة، يدرسون مثلا لان يبوا مجاميع عالية في هندسة البترول، ولما راحوا الميدان قالوا والله شمس، والله ما اقدر، والله ما اقدر البس الاوفرول افري داي. يعني في امور معينة الانسان لازم يكون فاهمها قبل ما يتخذ القرار المهني. مثلا لو رحنا للسلايد اللي ورا، الواقعي يحب انه يكون عنده اشياء دقيقه. هذه انا حطيت لكم السلايد عشان بس انتوا، لو لان لا يسعنا في هذه الفتره البسيطه من هذه الندوه ان نتعرض لهم كلهم، فانتوا راح يكون عندكم هذه الويبينار مسجل ومعروض على اليوتيوب، فانتوا تقدرون تاخذون هذه الكلمات وتبحثون بأنفسكم عن هالأنماط الشخصية. مثلا لو رحنا انتقلنا للشريحة اللي وراها، مثلا الشخصية الواقعية، مثلا الشخصية الواقعية هذه تتمتع بتفكير عملي واقعي. لا تكلمني في الخيال، لا تكلمني في الأمور اللي ممكن تصير وممكن ما تصير، لا، أنا أبي أعرف الحين شقدر أسوي. يحب العمل في المجالات الأنشطة العملية، يتعامل مع الأدوات والآلات، يحب المهارات اليدوية والحركة، يحب أن يعمل في الأماكن الواسعة والمفتوحة. تحبسينه في مكتب صغير يحس أنه هو ما يقدر يعني يصير متضايق. يحب فك وتركيب الأشياء. مثل هالشخصية مثلا ممكن يكونون مهندس كيميائي، مهندس مدني، طيار، قبطان سفينة، مهندس كمبيوتر، مهندس كهرباء وإلكترونيات، مهندس ميكانيكي، مهندس بترول. ففي حسب نوع الشخصية في مجموعة من المهن. ما يسعني في هذه الندوة أني أحددها كلها، لكن بعرض لكم بعضا منها. مثلا لو رحنا على الشخصية، نمط الشخصية الثاني اللي هي المستكشفة. هذه الشخصية مثلا تحب تستكشف الأشياء، تحب تهتم بالعلوم والرياضيات، تحب أن تفكر في الأمور العملية الفكرية، حل المشكلات، تفسير الظواهر. يعني عندها طموحات مرتفعة، تحب العمل في مراكز المختبرات ومراكز البحث. مثل هاي الشخصيات مثلا ممكن يكون عالم فلك، ممكن يكون كيميائي أو جيولوجي، ممكن يكون صيدلاني يعمل في مجال العلوم البيئية، ممكن يكون بيولوجي في علوم الوراثة، ممكن يكون عالم أرصاد. فحسب نمط الشخصية يكون عندي المهنة. مهم أن أنا أعرف شخصيتي.
مثلاً لو انتقلنا الشخصية الفنية راح تلاقون أن الشخصية الفنية من اسمها المهن المتعلقة فيها محرر، شاعر، مؤلف، ولكن أيضاً لازم أعرف هل أنا شخصيتي فنية أو لا. لو ارتقلنا للنمط الشخصية الاجتماعية، مثلاً إحنا هنا في المجال الاجتماعي نعمل، نحب نعمل مع الناس، نعمل في جماعات، ممكن نكون عالم دين، مستشار في علاقات أسرية، مستشار تعليمي، معلم، ممرض، أمين مكتبة، هالأمور اللي يعني أن أنا أعمل مع الناس في ضمن فريق، أكون فرحان لما أتخاطب مع الجمهور. هذه المهن اللي يعمل فيها الشخصية الاجتماعية. مثلاً الشخصية اللي وراها الشخصية المغامرة، هذه الشخصية المغامرة تحب المغامرة، تحب النشاط، تحب القبول الاجتماعي، يكونون بالعادة قادة وعندهم رؤى كبيرة. بس مثل ما قلنا لو انتقلنا اختي خلود للشخصية التقليدية اللي مو بالضرورة ان احنا نسردها كاملة، ولكن من الضروري ان انا اعرف نمط شخصيتي، انا انتمي الى اي من الشخصيات السابقة. لو انتقلنا للي وراء، احنا في مركز قطر للتطوير المهني هيئنا، قمنا على إعداد وتطوير نظام إرشاد مهني إلكتروني متكامل في أكثر من 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 وحدة من الوحدات الأساسية اللي يبتدي فيها هذا البرنامج. هاي النظام هو مقاييس، في مقياسين، واحد منهم تحديد نمط الشخصية، والثاني هو تحديد قيم العمل، وبناء على هذيل المقياسين النظام يحدد لك مجموعة من التخصصات اللي تناسبك، ومجموعة من المهن، وبعدين يعرض لك مجموعة من الجامعات اللي موجودة في قطر، ومجموعة من أماكن البعثات أو كيف تطور نفسك، وحافظة حتى تحط فيها الأشياء اللي يعني أنا أبي أرجع لها بعدين، أنا أبي أسوي أبلود حق ماي سي في يعني. ففي نظام إرشاد مهني إلكتروني متكامل عمل مركز قطر للتطوير المهني على تطويره في سنوات طويلة، ومحاولة تعريبة ومحاولة تطويعه للثقافة العربية والإسلامية. لو انتقلنا حق السلايد اللي وراء، شلون أشترك في هذه النظام؟ النظام هذه الاشتراك فيه عن طريق الاشتراك في الأب ستور مال المدينة التعليمية. لو رحنا مع بعض للأب ستور ودخلنا Education City، راح تلاقون نفس المعروض عندكم على الشاشة، أب المدينة التعليمية اللي هي Education City. لو سوينا مع بعض الحين، بس عشان بعد شوي ما ننتوه عن بعض، لأن الخطوات شوي متسلسلة ومعتمدة على بعضها البعض. فلما تروح Education City، أنا آسفة، لو تروحون Education City أب تنزلونه من الأب ستور، راح يطلب منكم انكم تسجلون ايميل وهاتف وكذا على اساس يجيكم كل جديد. في داخل الإديوكيشن سيتي اب في انشطه للاطفال والعائله اللي هي كيدز اند فاميليز، راح تلاقون تحتها نظام الارشاد المهني. يمكن تضطرون تسوون لود مور ايفنتس ولا عرض المزيد لانه نزل تحت شويه، فهو مثل ما تشوفونه على يسار الشاشه نظام الارشاد المهني الالكتروني. تدخلون فيه، تسجلون، بيكم كود، وبعدين تقدرون تستخدمون النظام. النظام جدا جميل، رموزه رمزية جدا قياسا بالمنفعة. الاشتراك فيه لمدة سنة كاملة وقابلة للتجديد بنص السعر، وأيضا مع اشتراكك في البرنامج في جلسة إرشاد مهنية استشارية على الأونلاين مجانية.
في هاتف للهوت لاين اللي حاب يسأل أو يتواصل أو يعرف معلومات إضافية اللي هي 33006673، وفي أيضا التك سبورت at qf.org.qa، هذه إذا حبيتوا معلومات إضافية عن النظام. النظام ليش أنا جبته في هذه النقطة؟ لأن كثير من الناس ما يعرفون نمط شخصيتهم، فأنت محتاج حد يساعدك تعرف نمط شخصيتك عشان تنتقل للخطوة اللي وراها في اختيار أو تحديد مسارك المهني. تفضلي أختي خلود لو ننتقل للصفحة اللي وراها. هذه صفحة بس تبين لك النظام من الداخل إيش فيه. مثل ما قلنا في أكثر من وحدة تعرف على قدراتك اللي فيها التقييمين، اللي تقييم الاهتمامات المهنية اللي راح يعطيكم نوع شخصيتكم، والثاني اللي هو مقياس سوبر لقيم العمل اللي هو أيضا راح يعطيكم قيم العمل. هل أنا قيمة العمل، قيمة زملاء العمل مهمة، قيمة المكان مهمة، قيمة المادة أهم، يعني في أمور كثيرة تدخل في الموضوع. ومنها أيضا تتعرف تكتشف الوظائف الموجودة اللي تتناسب وتخطط للتخصصات العلمية الموجودة في قطر، وأيضا في التخطيط عن العمل والبحث عن مهنة، وأيضا حافظتي بحيث أن أنا كل الأشياء اللي أنا حط عليها نجمة تروح في حافظتي لما أرجع بدل ما أدور في البرنامج أجين أروح حافظتي ولاقي كل الأمور اللي تتعلق فيني. هذه النظام من الداخل. هذه أول خطوة وأهم خطوة في إنك أنت تحدد مسارك المهني على 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 يعني على بينة، على معلومات مهمة. الخطوة اللي وراها أن أكون مطلعاً، لكن أنا يعني أوجهكم وأنصحكم مثل اللي يبني بيت، لو كان الأساس ضعيف الارتفاع هذه لو قد ما رفعت بيطيح. فلما يكون الأساس قوي إن أنا عارف نفسي، عارف شخصيتي، عارف شو أحب، بعدين الأشياء الثانية تصير أسهل. مثلاً هل أنا أحب أني أعمل بروحي ولا أحب أن أعمل مع ناس؟ يمكن أنا لما أشتغل مع ناس يشوشروني، ما أحب أشتغل معهم. فهذه المهم، فالخطوة اللي قبل هي أهم خطوة. الخطوة اللي وراها اللي هي كن مطلعاً. طبعاً قد أنا ما أتكلم لكم اليوم أو أختي خلود أو إحنا في المركز، أنتوا شايفين سوق العمل القطرية متحركة ومتطورة بطريقة كبيرة. يعني قد ما نقول لكم معلومات اليوم، بكرة المعلومات هذه ممكن تكون قديمة. فالإنسان لازم يكون هو نفسه مطلع، يحضر دورات تدريبية قد ما يقدر، يتابع وسائل التواصل الاجتماعي اللي تثقفك في هذا المجال. طبعاً كل المؤسسات في الدولة عندها مثلاً إنستغرام، عندها لينكدإن، عندها بعضهم حتى عندهم سناب، فأمور كثيرة جداً. أنا لازم أكون مطلع. أنا مثلاً أبي أدرس في جامعة قطر، أروح أتابعهم في إنستغرام وأشوف إيش يعطون وإيش يطرحون وإيش يقولون، وين اللايف إيفنت مالتهم. نفس الشيء أنا أبي أشتغل في كيوبي، أروح أتابع كيوبي، أرى أتابع تويتر للكيوبي إيش يقولون إيش يطرحون. فأنا لازم أكون على طول مطلع ومتجدد. اسأل الأهل أكبر سناً عن مهنهم وتخصصاتهم وأماكن عملهم. يعني هذه نقطة مهمة أنا أشوفها حق الجيل الصغير، إن لما تقعد مع أبوك، عمامك، خالاتك، أصدقاء أبوك، جيرانكم، تقول له يبا أنت إيش تشتغل؟ وين تشتغل؟ شنو طبيعة عملك؟ شنو طبيعة دراستك؟ يعني في ناس بعد مهم عندهم المادة، مثلاً شنو طبيعة الرواتب، شنو التطور. في ناس مهم عندهم أن أنا أتطور علمياً، ما قعد في نفس الموقع، هل في مجال أن أنا أتطور مهنياً في هالنقطة أو أترقى أو أطلع. فحاول أن تجمع أكبر عدد من المعلومات من الناس اللي حواليك من مهن مختلفة، مو بالضرورة مثل ما أقول أبوي أخوي عمي، لا، بس أطلع برا الإطار. أصدقائهم، أصدقاء العائلة، أبو صديقي، صديقي الأكبر سناً اللي أكبر مني بثلاث أربع سنوات، مشى مشوار ممكن أسأله يعطيني نصيحته. فهذه للناس مهم أن أنت تعرف التفاصيل
مالت شغلهم، وين يشتغلون، شنو يشتغلون، شلون قدروا يوصلون هالمكان. ايضا نزور مواقع الجامعات وتعرف على التخصصات المطروحه. الصراحه يعني انا اشتغل في مجال الارشاد المهني ولا اخفيكم ان انا انزعج لما يجيني سؤال يقول لي طب شنو التخصصات اللي موجوده في جامعه قطر. طيب جامعه قطر عندها ويب سايت شغاله عليه ودافع عليه، مكتوب كل الكليات، كل التخصصات اللي موجوده في الجامعه، فانت ما عليك الا انك تزور الموقع الرسمي وتطلع على التخصصات اللي موجودة هناك. فالاطلاع، انك انت تكون مطلع ومبادر من نفسك بهالاطلاع، هذه شيء مهم في تحديد مسارك المهني. لو انتقلنا للشريحة اللي وراها، خلود، لو انتقلنا للشريحة اللي وراها بليز. ما يخالف لحد ما أختي خلود تقدر تنتقل للشريحة اللي وراها، نكون نعيد مرة ثانية عن فكرة الاطلاع، ضرورة الاطلاع لاتخاذ قرار مهني صائب. طبعا مثل ما تشوفون تحت في الشاشة، هاي أرقامنا في مركز قطر للتطوير المهني، الويب سايت مالنا، الانستغرام، احنا وايد نشيطين على الانستغرام، على تويتر، على اللينكد ان، موقعنا ايضا ثري، فممكن ان تتابعونا وتكتشفون الدورات الجديدة، الامور الجديدة. ما أدري إذا أقدر أغير السلايد من عندي. أيضا في قصة الاتخاذ دكتورة حمدة، معليش أنا قاعدة أغير السلايد بس الظهر ما يبين عندك، معليش سمحونا على الخطأ التكنيكال اللي قاعد يصير عندنا، في مشكلة تمام. تقنية قاعد تصير. أيوة ما يخالف الثواني، خليني أنا ما يخالف. تمام، الحين قاعد تطلع عندكم الصفحة. الصراحة أنا ما طلعت عندي، بس ما في مشكلة في هذا النظام، في هذا الموضوع. إذا عطينا المايك في تحديد مسارك المهني، قلنا أهم نقطة إن أنت تعرف شخصيتك، وممكن في برامج تساعدك ان تتعرف على شخصيتك اي نوع، وايضا انك انت تكون مطلع. النقطه اللي وراها ان انت تسال المختصين، يعني لما اكون انا محتار ما اسال اصدقائي اللي حوالي اللي ممكن يكونون محتارين مثلي، ولكن اتوجه حق ناس مختصين في هالمجال، منهم مركز قطر للتطوير المهني اللي انت ممكن تروح تساله. عندنا مثلا جلسات ارشاد مهنيه استشاريه مجانيه، بتسجل في الجلسه وتحضر وتتكلم مع انسان عنده القدره ان يوجهك في الاتجاه المهني الصحيح. ايضا بالاضافه للجلسات المهنيه الاستشاريه، بعد ما تسال المختصين، انا احاول معلش اخذها من الميموري اللي كانت موجوده عندي في البرزنتيشن. فانتم موقعنا على المركز قطر للتطوير المهني في مجال انكم تسجلون جلسات مهنيه استشاريه مجانيه. أيضا بعد ما تسأل المختصين لازم تقارن المعلومات اللي عندك ببعضها بعض. هذه شخصيتي، هذه الموجود، هذه المتوفر، أنا من هذه النقطة أن أقدر أتحرك. ممكن أعطي المايك حق أختي خلود، تعطي المايك للمبادرة. أيوة يطول لي عمرك يا خلود. اهلا، ما اعرف اذا الحين الصفحه واضحه معاكم ولا واضح الانتقال. اعتقد احنا اخذنا وقتنا، فمثل ما قلنا اسال المختصين، عندنا جلسات استشاريه
مجانية ممكن الإنسان الطالب يسجل فيها. وأيوة نقطة مهمة اللي هي مشوشات اتخاذ قرار مهني صائب. في وايد مشوشات لاتخاذ قرار مهني صائب لازم الإنسان يبعد عنها، مثل اختار أي تخصص أي شيء حين تخصص أي تخصص وبعدين نشتغل أي شغل. هذا الكلام مو بصحيح إطلاقاً، ويمكن يكون صحيح في سنين سابقة ولكنه ليس صحيح الآن. الناس يبحثون عن أصحاب التخصصات المتفردة المختلفة المطلوبة في سوق العمل، فاختيار التخصص وايد مهم. أيضا ضعف الثقة في النفس، إن أنا أقول أنا ما أقدر، يمكن أرسب، يمكن ما أقدر أكمل، هاي الأمور أحط مكانها لا أنا أقدر، أنا بحاول، ببذل قصارى جهدي، المرحلة هذه بس الصعبة وبعدين أنا إن شاء الله برتاح في المستقبل. أيضا من المشوشات اللي هو تأجيل القرار إلى وقت لاحق، ليس الآن، بعدين أخلص ثانوية يجيب مجموع بعدين بفكر. مش صحيح هالكلام. الطالب ضروري من تاسع من عاشر يكون اتخذ قراره المهني على أساس يقدر يوفي حق الأمور المطلوبة للجامعة، المطلوبة للبعثة. الأمور هذه كلها تأخذ وقت. أيضا أبعد عن الناس، إن كل الناس في طب وهندسة وتعليم، كل الناس رايحين على وين تروح يا ولدي بروح ترشيحة، يعني معلش أنت فاهم، شوفوا الأماكن الثانية، شوفوا التخصصات الثانية، عندنا سوق عمل وايد غني ومتحرك وفي قلة من القطرين في التخصصات النادرة. لما أحدد في ناس معينين مثلا يقول أنا يا أدخل طب يا ما أدخل، إنزين ما قدرت تدخل هالجامعة أو هالتخصص، هل معناه أن حياتي انتهت؟ لا، أنا أقدر أدخل تخصصات أخرى. أيضا الأصدقاء السلبيين أو المحبطين، الأصدقاء السلبيين أو المحبطين نصيحتي أنا لكم كمختصة وكأم، لا تقعدون معاهم، لا تكلمونهم في الموضوع هذه. ليش؟ لأن لما تفتحون الموضوع هاي معاهم يا أنت كذي أنت، يعني يحبطونكم من دون معنى. فالموضوع نفسه مال اتخاذ قراركم المهني لا تفتحونه مع الناس المحبطين. أعتقد أنا بهذه وصلت هالأمور البسيطة اللي ممكن تتأخذ في الاعتبار. طبعاً وضع خطة مهم، إن أنت بعد كل هالأمور أنا أحط خطة ثابتة، أنا أحتاج كذا، هاي مواعيد تقديم الجامعات، هاي المعدل لازم أحصل عليه، هاي الآيلز اللي أحصل عليه. فأنت تبتدي بوقت زمن معين بحيث أنه يكون عندك خطة واضحة أن أنت تقدم، وإن شاء الله يا بالتوفيق أبنائي الموجودين. شكرا جزيلا دكتورة حمدة، وشكرا على المعلومات القيمة اللي عطينا إياها، وأنا أسفة على المشكلة التقنية اللي صارت معانا. وبالفعل معلومات ونصائح جدا مهمة. إحنا كأولياء أمور وكمرشدين وكمدرسين ونقوم بعمل تدريس أبنائنا ونقدم لهم النصائح، بالفعل أنت ضربتي على بعض المواضيع اللي جدا مهمة واللي جدا لازم ياخذونها أبنائنا بعين الاعتبار، إن أهما لازم يكونوا مطلعين. والحمد لله الحين صار مجال الاطلاع جدا واسع، فأهما بالفعل الجيل المحظوظ. يمكن إحنا كانت على أيامنا ما في هذه الوسائل حق الاطلاع، فصار الحين الوسيلة جدا سهلة موجودة في يد الطفل قبل الكبير، فيقدرون يطلعون ويقدرون يختارون من كل الجامعات ويختارون تخصصاتهم، حتى قدرتهم على معرفة شخصيتهم وإمكانياتهم صارت الحين وسيلة جدا سهلة. ومن هالباب أنا أحب أني أنا أؤكد وأناشد على أن الطالب دائما يحب يسمع من صديقة أو من زميلة، يمكن أكثر من ولي الأمر. علشان كذي إحنا اليوم عندنا مبادرة شبابية إحنا كلنا نفتخر فيها في قطر، دخلت في جوائز عديدة، منها أكبر جائزة وهي جائزة أخلاقنا. هذه المبادرة قائمين عليها طلاب نشيطين يعني ومجتهدين في مجالهم، الأخت إيمان العبيلي والأخ صالح، يمكن هما
توهم طلاب في المرحلة الثانوية. الأخت إيمان، إحنا نبارك لك نجاحك في المرحلة الثانوية، وإحنا إن شاء الله راح نبارك في يوم من الأيام للأخ صالح بمناسبة تخرجه من الجامعة، وأنا ما راح أطول في تقديمهم لأن هم راح يقدمون نفسهم بنفسهم، وهم من خيرة الشباب وإن شاء الله يكونون مثل يحتذى فيهم، وقدموا شيء بسيط حق الطلاب من هذه الناحية. فالأخت إيمان العبيدي الرئيس التنفيذي عن مبادرة بوصلة المستقبل، يشرفنا ويسعدنا أنك أنت تدخلين معنا في العرض. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم أمسي هلا. عليكم جميعا. بداية حاب أعرف عن نفسي، معكم صالح السعدي. معكم صالح السعدي، عضو في فريق العلاقات لمبادرة وصلة المستقبل. بداية، مبادرة وصلة المستقبل أنشأت مبادرة وصلة المستقبل التطوعية لتعزيز الوعي المعرفي لدى الشباب عن طريق مساعدتهم على فهم قدراتهم وميولهم في بيئة مهنية. وتنبثق هذه المبادرة من رؤية قطر 2030 متمثلة في ركيزة التنمية البشرية من خلال تعزيز دور الشباب في المجتمع القطري. السلايد اللي بعده. رؤيتنا ورسالتنا. رؤيتنا شباب طموح قادر على تحديد ميوله التخصصية في سوق العمل القطري. رسالتنا إنشاء جيل قيادي قادر على تحقيق طموحه المهنية بما يتوافق مع متطلبات العيش مستقبلا، وتحقيق دوره في رؤية قطر 2030. طبعا مبادرة بوصلة المستقبل خرجت إلى الآن دفعتين، وأهم إنجازات هذه الدفعتين كانت تم تخريج أكثر من 400 طالب من تجربة التدريب الميداني بالتعاون مع أكثر من 45 مؤسسة ومركز في دولة قطر، توفير فرص لتجربة التدريب الميداني لأكثر من 300 موظف، إنهاء أكثر من 10,000 ساعة عمل مجتمعي وتطوعي. سلايد اللي بعده. والآن أترككم مع المؤسس والمدير التنفيذي لمبادرة وصلة المستقبل إيمان العبيدي. أول شيء تفضل. صباح الخير، معاكم بنتكم إيمان عبيدي. مثل ما قلت قبل شوي، الحمد لله أنا خلصت ثالث ثانوي هالسنة وتخرجت من هالمرحلة الصعبة وبديت طريق جديد. مثل ما نقول دايما، أنا اليوم في هالمكان في نفس القاعة اللي كنت فيها تاريخ 28/2/2018. من نفس هالمكان أنا تغيرت حياتي 180 درجة. كنت متشبعة حلم الطب من أنا وصغيرة، وكنت أمنية أمي وأبوي اللي بتصير بنتهم الدكتورة، يبون بنتهم الدكتورة هذه اللي دال قبل اسمي دايما كان موجود. من كثر ما كنت متشبعة هالحلم وماخذته بشكل جدا كبير في حياتي، كنت كل أدوات المدرسية كانت عبارة عن أدوات طبية، كان حتى قدامي في الفراش لما أقوم من النوم كان you will be a good doctor. فكانت هالنوع من أنواع الأشياء اللي أنا متعلقة فيها في كل التفاصيل وفي أدقها وأبسطها. من بعدها خذيت مجموعة من مثل ما نقول ورش تدريبية، يعني كلام عام عن الطب، وأنا كنت أوريدي أدرس عن الطب وأقرأ عن الطب من أنا وصغيرة بحكم إن أختي كانت أوريدي صيدلانية، فكنت يعني أشوف كتبها وأعرف إنه بيكون صعب وفاهمة هالشيء. بس فجأة صار عندي حادث في طريق الوكرة السريع. هذا الحادث كان لأول مرة أنا أشوف هالكم من الدم. ما استحملت الوضع واكتشفت ان انا عندي خوف من الدم ومن منظر الدم اني اشوفه. وطبعا الحين قاعده اتكلم على طالبه في ذاك الوقت كان عمري 14 سنه، يعني كنت توني اشوف الدنيا ورديه وبمدي وخلاص في بالي هذا المكان اللي انا بروح له، وحلم كامل انا بنيته ومشتغله عليه ومخلصه كل المستندات. يعني حتى على مستوى قبولات الجامعه كنت شغاله على ملفاتي حق قبولات الجامعه، كنت مرتبه اموري، فكانت كل شيء جاهز بالنسبه لي. فجاه انا اكتشف ان هالشيء ما يناسبني. توقعت انه بيكون شهر شهرين وبتطوف الامور وبيتعدل الوضع وبرجع حق نفسي وبعدل نفسيتي وبطلع من المود اللي انا كنت فيه، ان هالشيء اللي انا كنت فيه حاله نفسيه ممكن طبيعيه امر فيها بهالوقت، وهذا اللي حاولت استوعبه مع نفسي. بعدها بشهر تم تشخيصي بان عندي مرض في الاعصاب، عندي ارتجاف لا ارادي في الاعصاب موجوده في اليد. هذا الارتجاف يمنعني من ان اكمل تخصص طب جراحه مخ واعصاب. فهني تأكدت إن هالمكان مو مكاني، تأكدت إن لازم أنا أحصل دايركشن كامل غير هالمكان غير هالطريق، لأن هالدايركشن كان
كان غلط، هالطريق اللي أنا كنت ماشي عليه ما كان الصح وما كان الخيرة اللي الله كاتبها لي. يعني أنا كنت مؤمنة إن هاي خيرة الله رواني إياها وعطاني إياها إن شوفي مكان ثاني يناسبك أكثر. من بعدها كنت أنا طالبة في المدرسة من الطلاب الشطار من الأوائل، بس ولكن ما عندي المهارات الشخصية اللي يتميز فيها الناس، اللي مثلاً إن أقدر أتكلم على الستيج أو إن أشارك أو تكون شخصيتي قوية. لا، كان دوم عندي نوع من أنواع الخوف والرهبة، ما بنيت علاقات، ما كونت أصدقاء بشكل كامل. كنت دائماً الطالبة اللي تقعد أول صف قدام الأبلة واللي تخلص الواجبات أول وحدة، لتوي الأمور أول وحدة. فكانت حياتي عبارة عن دراسة بالدراسة، ما بنيت أي شيء، ما دخلت ورش تدريبية، ما سويت ولا شيء. فكان هالشيء دوم مديرتي في المدرسة بيذكرها بألف خير، دكتورة فاطمة المفتاح، كانت دوم بتقول إنه يعني هي شايفة فيني شيء أنا ممكن أقدمه للمجتمع بس أنا مو شايفته. فكانت شنو في أشياء طبية، شنو في أشياء أنا أحبها تعطيني إياها إنها تخليني تجبرني أقدمها على الستيج. وكانت أبواتي يساعدوني في هالشيء، يعني كانوا مثلا يقعدون معاي يجهزون معاي برزنتيشن، يدربوني مرة مرتين ثلاث مرات لما أنا أكون مثل ما نقول يستدعودي كذي إني أقدر أوقف قدام الناس وأتكلم. فما كان عندها المهارات الكبيرة في الموضوع. بس صدفة صار الوضع لما كنت في زيارة لمعرض الكتاب، كان في بوث حق قناة الجزيرة هنيك، وهذا البوث كان يعني المديرة تبي تطلع أي حد حق التصوير، فسكتني أنا وإيمان طلعي وسولف عن اللي تبينه مثل ما تبين. أذكر يومها سولفت عن الألوان وتأثيرها على العين، ويعني كان شيء طبي بحت، ما كان فيها شيء يعني كبير لهالدرجة. فأنا خلصت نزلت من المنصة من هني وخلاص افتكيت وقعدت أتنفس تنفس الصعداء هذه اللي خلاص فكوني وترتوني معاكم كل يومين والثاني طبعيني على الاستيج، أنا ما فرحة كل مكان زين. فيت مديرة المعهد في ذاك اليوم كانت موجودة، وكان موجود بعد رئيس العلاقات عندهم معهد الجزيرة للإعلام والمسؤولية عن قناة الجزيرة، فقالوا هالبنت نبيها. وأنا شو بيتبونها، لا يبقى أنا طب وشو بي وخراني، أنا قاعد أدور الحين أوبشن ثاني غير الطب، يعني أوكي بدخل صيدلة بدخل أي شيء بشيء يعني في قطاع الطب مثل ما أقول، لأنه هاي الحلم اللي أنا بي. يمين يسار فوق تحت يبون المعهد، تدربت عندهم أسبوعين، كانت من أحلى الأسبوعين اللي مريت فيهم في حياتي. التجربة اللي مريت فيها في المعهد، دخلونا على كل الأقسام، خلوني أداوم أشوف الموظفين، أشوف الشغل الإداري، أشوف المدير شلون يطلع، الكاميرات، الإضاءة، الصوت، كل شيء قمت شفته. فمن بعدها قمت أحس إن لا، في لي ميول إعلامي، ليش من كل ميول إعلامي؟ شوي شوي بدأت أكون علاقات في المجال، شوي شوي بدأت أتدرب في المجال، شوي شوي بدأ يكبر الإطار المجتمعي. مدت فترة التدريب من أسبوعين إلى شهر ونص، كانت الإجازة اللي كانت ما بين صف 11 وصف ما بين صف 10 وصف 11، ودخلت وكملت تدريب الميداني عندهم. من بعدها قلت إن اللي أنا مريت فيه ما بي أي شاب موجود عندنا في الدوحة يمر فيه، لأنه حرام إن إحنا نتأمل في حلم إحنا نبيه في حياتنا ونحس إن هاي هو المكان اللي إحنا نبيه نوصل له، وفجأة نكتشف إن هالمكان ما يناسبنا، فجأة نكتشف إن الظروف عكس حالنا، فجأة نكتشف إن سفينتنا مو بهالموج اللي بتسبحر فيه، مو بهالموج اللي هي بتمشي فيه. فقررت أن أسس بوصلة مستقبل عشان ساعد طلاب المرحلة الثانوية أنهم يتدربون ميدانياً في مؤسسات الدولة المختلفة، بحيث يجربون الوظيفة على أرض الواقع، يشوفونها بعينهم، يلتمسونها بيدهم. يبي يصير طبيب يدخل غرفة العمليات ويقعد يشوف، يلبس الزي الطبي موجود معاهم. اللي يبي يصير مهندس ينزل المباني ويشوف الأرض، الحر اللي بيمرون فيه، الشمس اللي بيحطون عليها. اللي يبي يصير معد ومخرج يدخل الاستوديو يقعد يشوف الضغط الإعلام اللي يصير قبلها، يشوف الحوسة اللي تصير عندهم، يشوف التوتر اللي يحسون فيه. اللي يبي يصير كول سنتر أو خدمة عملاء ينزل على أرض الميدان يشوف خدمة العملاء شلون تتطلب ضبط للأعصاب، تعامل مساعدة للناس. اللي يبي مثلا يروح في الأشياء اللي تخص إدارة الأعمال يروح يشوف إدارة الأعمال شلون تصير، إغلاق الصفقات شلون يصير، التعامل مع الناس شلون يصير، شلون إحنا نسوق حق منتجاتنا، شلون إحنا نصور حق منتجاتنا، يمر في هالتجربة كاملة. في أول الطريق لما بديت أسس هالمشروع كنت بروحي،
وكان هالي كلهم معارضين فكرة إن أنت تأسسين مشروع. يعني قاعد أتكلم على طالبة كان عمره ذاك الوقت 15 سنة، كنت وايد صغيرة يعني، حتى ما عندي A B business مثل ما أقول، يعني ما أعرف علاقات، ما أعرف أطرش إيميل، ما أعرف أسوي. الحمد لله في ذاك الوقت أوجدت مجموعة من الأشخاص اللي كانوا قاعدين يساعدوني إني أدعم هالمشروع، وبديت شوي شوي أكون في فريق العمل، كونا في فريق العمل، وبدينا الخطوة الثانية نروح للمؤسسات، نطق باب المؤسسات عشان نقنعهم بفكرة المشروع. المؤسسة الأولى ترفض، المؤسسة الثانية ترفض، الثالثة ترفض، الرابعة ترفض، الخامسة ترفض، السادسة ترفض، لما خلاص أنا جبت أب خلاص شو أسوي بعد أكثر من كذي؟ قاعد أسوي كل اللي علي، ما قاعد يطلع معي شيء. فوقفت أسبوعين في ذاك الوقت، وكنت أبي أدور في شيء غلط قاعد يصير، لازم إحنا نحل هالغلط. شنو هالغلط؟ ما أعرف، بس في شيء غلط قاعد يصير، مش معقول المؤسسات كلها قاعد ترفض المشروع. وأسباب الرفض كانت إنه يا أما أنتوا صغار بالعمر، أو للحين المشروع مش متوثق، للحين المشروع ما أدري شنو. فقلت لهم خلاص أوكي، بنبتدي نشتغل على شيء على مستوى عالمي عشان نخلي الموضوع يمشي بشكل إداري بشكل أفضل. بدينا في ذاك الوقت ندخل معانا مجموعة من الخبراء، وبدينا نحط تسلسل إداري حق المشروع. يبتدي أول شيء إن الطالب يسجل معانا أونلاين، بعدها نروح ناخذه إلى جلسة استشارية نحلل شخصيته بنظام MBTI مع مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، أو الناس اللي ممكن تساعدنا في هذا المجال. من بعدها بعد ما يخلصون جلسة MBTI تحليل بنظام MBTI لتحليل شخصيتهم، يعرفون شنو نقاط القوة شنو نقاط الضعف اللي فيهم، ننقلهم بعدها إلى التدريب الميداني. هاي كان في الدفعة الأولى، والحمد لله في الدفعة الأولى قدرنا بعد ما رتبنا البرزنتيشن بشكل صحيح حق الناس، بعد ما قدرنا نتواصل مع المؤسسات ونحط أشخاص ثانية. يعني كنت أضطر في الاجتماعات ما أطلع أنا في الاجتماع بحكم أن أنا صغيرة عمر، كنت أحط مثلا أشخاص معانا متعاونين من جامعة أو متعاونين معانا في ماجستير عشان يساعدونا في هالموضوع. من بعدها بدأ الموضوع يكبر. في أول دفعة قدرنا نتعاون مع 15 مؤسسة، من ضمنهم كانت الجزيرة، تلفزيون قطر، قابقة، وحامد الرعاية. فحاولنا ناخذ من كل قطاع مؤسسة ونحطها معنا. بعدها شوي شوي بدأت الأمور تكبر في المشروع، وبدأ المشروع يصير فيه فريق عمل وفريق إداري وفريق تنفيذي وبروسس صحيح نقعد نمشي عليه. فبدأ المشروع يكبر أكثر. دخلنا في ذيك الوقت في مجموعة من التحديات، أبرزها تحدي Get to the Ring العالمي، وفزنا من Top 10 Project الموجودة، وتأهلنا أن احنا نمثل قطر في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك أنه دخلنا في تحدي المبادرات من قطر الخيرية، وفزنا بعد في المركز الثاني في تحدي المبادرات. هاي كلها في السنة الأولى للمشروع. السنة الثانية للمشروع كان لازم نطور على المشروع ونتعامل مع الأخطاء اللي جت معانا في المشروع في أول دفعة. فشفنا شنو الأخطاء اللي طارت معانا، شنو الملاحظات اللي حصلناها من المؤسسات، وخذناها بعين الاعتبار. أبرزها كانت أن طلاب المرحلة الثانوية هم طلاب مدرسة، فمو بجاهزين أن ينزلون على أرض الميدان، مو بجاهزين للتعامل مع الموظفين، مو بجاهزين أن يكونوا عندهم بروسيس بين مثل ما نقول وعي إداري بينهم وبين نفسهم في طريقة شغل هالشيء وطريقة عمل هالشيء. فرحنا رتبنا البروغرام أن المادة بدل ما يكون أسبوعين يصير شهر. يبتدي أول شيء جلسة استشارية، بعد الجلسة الاستشارية نروح ناخذهم إلى معايشة جامعية داخل الجامعة، يداومون في الجامعة، يشوفون المواد اللي في الجامعة، يشوفون طريقة التسجيل في الجامعة، الأمور الإدارية الموجودة في الجامعة يفهمونها. بعد ما يخلصون هالشيء يروحون حق ورش تدريبية. هذه الورش التدريبية الهدف منها أن احنا نساعدهم في المهارات الشخصية، مثل مهارة التحدث، مهارة التعريف عن الذات، مهارة العمل الجماعي، مهارة البحث العلمي، مهارة التسجيل في الورش التدريبية. لأن احنا اكتشفنا أن طلاب المرحلة الثانوية مو بعارفين شلون يسجلون في الورش التدريبية، مو بعارفين شلون يروحون حق برامج تدريبية، مو بعارفين شلون يوصلون حق الأشياء اللي هم يبون، شلون يطلبون المساعدة في هالشيء. فبدينا نساعدهم في هالموضوع، أن احنا نوفر لهم ورش تدريبية مدتها أسبوع تهدف أن احنا نزيد الوعي المعرفي عندهم عن موضوع التخصصات، موضوع self development اللي هو تطوير الشخص. فبعدها لما بدينا نشتغل معاهم في هالموضوع يخلصون هالبرنامج، فهم يكونون جاهزين أن ينزلون مثل ما نقول على سوق العمل. وبالفعل بدأوا ينزلون على سوق العمل، وطورنا على البرنامج الداخلي داخل المؤسسات أن يكون في تقييم من الموظف للطالب ومن الطالب للموظف. والتقييمات الاثنين احنا كل ما نخلص تدريب ميداني نجتمع مع الإدارة ونراويهم التقييمات اللي احنا حصلنا عليها والتقييمات اللي هم حصلوا عليها عشان نحسن جودة التدريب اللي قاعد ياخذ الطالب.
ومن بعدها بدينا نساعدهم حتى أنهم يوصلون إلى إطار أكبر مع المجتمع عشان نقدر نوصل بأن إحنا نسوق حق المشروع بشكل أحسن. بعدها بدأت أكبر إنجازات للبوصلة. طبعاً هالإنجاز كان الفضل الأول والأخير له لبوصلة للفريق العمل اللي كان يشتغل مع بوصلة المستقبل. جائزة الشيخة موزة هي جائزة تم إطلاقها تحت رعاية صاحبة سمو الشيخة موزة بن ناصر بهدف دعم الأخلاق وتوجيه جيل الشباب القادم بأنه يتبنى الأخلاق الحميدة. وهني إحنا شاركنا في الدفعة الثانية لهذه الجائزة والحمد لله فزنا في بدينا أول شيء بالتصفيات الأولية، ولما أنا ما كنت متوقعة للحظة نحنا بنفوز، بس بدينا وقلنا يلا خلينا نشارك واللي يصير معنا يصير. هي تجارب، الدنيا كلها عبارة عن تجارب إحنا نمر فيها نتعلم منها درس أو ننجح فيها. فقلت لهم يلا دخلنا صدق في البوصلة ودخلنا في أول دفعة. لما دخلنا حطينا البرزنتيشن الأولي والبرزنتيشن الثاني وخلصنا من التقييم الأولي والتقييم الثاني والتقييم الثالث لين ما وصلنا إلين إن إحنا طلعنا على الستيج مع صاحبة السمو في لحظتها في التكريم. كانت ها من أروع اللحظات اللي مريتها في حياتي، لأن يعني أذكر خفقة قلبي وأنا طالع على الستيج، أذكر جملتها، أذكر هي شلون مسكت يدي تخفف توتر اللي كان فيني، أذكر إنها قالت لي إن كفو بنتي يعني اللي سويتي أنت ما شاء الله يعني أبدعتي فيه. فحسيت بالتقدير إن هالمشروع قاعد يأتي أكله مثل ما نقول مع المجتمع. لما نزلت من الستيج كان صاحب اسمه شيخ تميم بن حمد موجود والشيخ أهل موجودين، أذكر كسرت البروتوكول في هاليوم ونزلت سلمت عليهم، فأنا طالعة قالي فخور فيك. فهالجملتين يعني اللي وايد عبارة عن 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 شيء يعني لي حياة بالنسبة لي. لما أشوف إن صاحب السمو قاعد يقولي فخور فيك، صاحبة السمو قاعدة تقولي كفو بنتي، فهالكلمات البسيطة كان لها تأثير جدا كبير. من بعد هالجائزة للأمانة ما رضينا إن إحنا نقبل بالعادي في البوصلة، وما رضينا إن إحنا نكون مبادرة عابرة للشباب، وبدينا نتعاون مع مؤسسات من نوقع مهام اتفاقيات عشان يكون تدريب ميدان ويكون إحدى البرامج اللي الدولة تعتمدها. بالإضافة إلى ذلك بدينا إن إحنا حتى ندخل في تحديات على مستوى عالمي بهدف إن إحنا نبرز الجهود الشبابية للمجتمع. فلما دخلنا مثلا إحنا اللي هو تحدي المبادرات المرة الثانية اللي فزنا فيه قبل كم يوم، وكان التقييم النهائي يوم امتحان الشرعية، أنا كنت قاعدة الشرعية وهم فريق العمل كانوا داخلين القاعة يتكرمون مع القطر الخيرية. كان هالتحدي الهدف منه إن إحنا نرفع الوعي المعرفي للطلاب بأهداف التنمية المستدامة، واللي صاحبة السمو الشيخ موزة بن ناصر تمثل الهدف رقم 4 واللي هو يهدف لتطوير العملية التعليمية. فإحنا كانت جهودنا إن إحنا نصب في التعليم وندعم هالتعليم من خلال مجموعة من المشاريع شاركنا فيها، أبرزها إن إحنا نكفل طلاب جامعة للمراحل ونكفل طلاب مراحل أساسية وندرس مدرسين يدرسون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم لطلاب موجودين في البوسنة والكوسوفو والهرسك، والإضافة إلى تشاد والنيجر. فهذا المشروع الحمد لله قدرنا نجمع مجموعة من التبرعات لهذا المشروع، وقدرنا نفوز بالمركز الثاني في تحدي المبادرات من خلال مجموعة من الأفكار الإبداعية اللي أطلقناها مع فريق العمل في ذيك الوقت. لو بمر على تجربتي أنا في هالمشروع، بقول تجربة كانت صعبة، كانت متعبة، كانت يعني مرات أحس إنه طلابنا يستحقون، احنا كطلاب في 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 هالمرحله وفي هالعمر احنا نستحق ان احنا نعرف الطريق اللي احنا نمشي فيه، نستحق ان احنا يكون عندنا وعي بان في عندنا تخصصات احنا ما نعرف عنها، في وظيفه احنا ما سمعنا عنها اصلا، في شيء جديد قاعد يصير، في سفينه وفي طريق ثاني لازم احنا نمر فيه. واذا في رساله انا دوم اقولها حق الشباب، لا تمون تشتكون من الظلام، لا انتم نتأفف، مو عارفين، مو قادرين، مو مسوين، ما عندنا، ما نسوي، ما نعرف. ابتدوا انتم خلقوا الضوء، اخلقوا النور لكم للمجتمع اللي انتم فيه، وقضوا شعلة الأمل للمجتمع، خليكم انتم الأشخاص اللي المجتمع لما يشوفكم يقول والله فينا خير، هالجيل فيه خير، لأن جيلنا احنا ما قصر عليه شيء، وصلت لنا أحسن الإمكانيات، توفرت لنا أحسن البيئات، توفر لنا أحسن تعليم، بس الباقي علينا إحنا شلون نبرز هالشيء، شلون نستخدم هالشيء بشكل صحيح.
كانت معكم بتكم إيمان عبيدي. شكرا صالح، شكرا مركز قطر للتطوير المهني. محطوط لكم الحين أرقام تواصل خاصة في بوصلة المستقبل، بالإضافة إلى ذلك الإيميلات الخاصة فينا. إذا في عندكم أي مقترح، إذا في عندكم أي برنامج حابين نساعدكم فيه، إذا حابين أي فكرة في بالكم إن إحنا نشتغل معاكم فيها، عيوننا لكم، إحنا داعمين لكم من ألف إلى باء، لأن إحنا مؤمنين بالجهود الشبابية ومؤمنين بالتغيير الشباب اللي قاعد يخلق الشباب. من ضمن الأشياء اللي أنا أذكرها للبوصلة، وهذا أنا إنجاز أفتخر فيه، إن حاليا فريق العمل اللي قاعد يشتغل على فريق البوصلة وعلى هالمشروع الضخم اللي بدأ يفتح فرع له في الكويت وفرع في الأردن، وإن شاء الله التدشين القريب إن شاء الله بيكون في السعودية، بهذه المبادرة الشبابية، إن أغلب هذا الفريق قاعد يكون من طلاب المرحلة الثانوية، من طلاب عمرهم 15 و16 و17 و18 سنة، توهم ما تخرجوا. حاليا فريق العمل عبارة عن 35 شخص، ولكن من ضمنهم 25 شخص من طلاب المرحلة الثانوية قاعدين يغيرون فكرهم تاريخ الشباب في دولة قطر. تسلمون وايد على هالاستضافة، استمتعت معاكم وايد، والحين أتوقع بنروح حق الأسئلة والأجوبة. اللي استمتعنا وايد واستمتعنا بتجربتك وبقصتك، وانتي مصدر فخر حق كل المواطنين والقطريين وكل الموجودين على والمقيمين الموجودين على أرض قطر. بالفعل انتي إنسانة مجتهدة، وانتي نلتي الهدية، يمكن مثل ما ذكرتي هدية انك انتي تنالين شرف السلام والكلام الجميل من سمو الأمير والشيخة موزة والشيخة هند، فهاي بحد ذاته حافز لكل أجيالنا في قطر. ركزتي على نقطة وايد مهمة وأنا حابة أركز فيها في ندوتنا اليوم، على ان الإنسان لازم يجرب، لازم يبحث. أكدتي على نقطة جدا مهمة ذكرتها الدكتورة حمدة وإحنا نذكرها دائما، إن أنت لا توقف عند حد معين. بالفعل أنت روح شوف جرب، في أماكن كثيرة تساعدك إنك تجرب. اشترك في النشاطات الصيفية، اشترك في المخيمات اللي قاعدة تصير. ما شاء الله الحين قطاع الدولة قطاعاتها كلها قاعدة تسوي أنشطة صيفية، تسوي أنشطة في الشتاء، كلها تركز على إن شلون أنا أمارس مهنة معينة وشلون أنا أديها على أكمل وجه، بحيث إن هذه المهنة اللي أنا قاعدة أمارسها أو أجربها، هل بالفعل هي لها عندي أنا هالإمكانيات، وهل أنا بالفعل أقدر أكون فيها في المستقبل أو أشغل منصب معين في المستقبل لها. وأنا وأشد على يدكم بخصوص موضوع إن أنا لازم أجرب، لأن التجربة بالفعل هي أفضل شيء. يعني إحنا من خلال البرامج اللي كنا نقدمها في مركز قطر، كانت بالنسبة لنا أفضل شيء إن الطالب بيروح مكان العمل وهو يجرب هذه المهنة. شكراً أختي إيمان، شكراً أخوي صالح. بننتقل الحين بشكل سريع حق بعض الأسئلة اللي وردتنا. طبعاً في أسئلة جميلة ممكن دكتورة حمدة ردت على بعض منها، وفي أسئلة ممكن إحنا نتناقش فيها الحين. واحد من الأسئلة، يصير هالمشروع يدخلون طلاب الجامعة، وهل في تدريب ميداني؟ يمكن السؤال لك أختي إيمان. والله حاليا احنا يعني حتى طلاب سنة أولى وسنة ثانية الجامعة كنا نساعدهم أن يدخلون عشان لا يطولون في فترة الجامعة، لأن يدرسون 6 سنوات 7 سنوات ويحولون من تخصص إلى تخصص. بس بشكل رسمي وأوفيشلي كمبادرة أن هي تشتغل مع طلاب الجامعة، للأمانة للحين ما أطلقنا هالشيء، بس هذا من ضمن خططنا المستقبلية. ومع ذلك احنا أي طالب جامعة يا وقدم عندنا خدناهم في البرامج ودعمناهم في البرنامج، ولكن بالخطة اللي قاعد تمشي مع طلاب المرحلة الثانوية، لأن البرنامج يعني كان لها الفئة بشكل تحديدي أكثر، ولكن بالعكس إحنا جاهزين أن نقدم لهم كل الدعم. تمام. دكتورة حمدة، يمكن هذا السؤال يكون لك أكثر. هل يمكن انضمام الشباب لمثل هذه المؤسسات في خارج دولة قطر؟ يعني هل الطلاب ممكن اللي خارج دولة قطر يسوون البرنامج الإرشاد المهني؟
الصوت ميوت دكتورة حمدة. أيوة. أنا آسفة الشيخة. طبعاً مع الوضع الحالي مع البانداميك والكورونا، من الأشياء الإيجابية إن إحنا تحولنا للمستوى الافتراضي، فالإنسان يقدر يشتغل حتى إنترناشنالي مع المؤسسات الأخرى، يقدرون يشتركون في هالبرنامج. ما أعرف إذا الطالب كان قصده إنه يشارك في برنامج الإرشاد المهني الإلكتروني أو برامجنا في QCDC أو الاستشارات المهنية الافتراضية. نعم يقدر يشارك فيها. تمام. الأخت إيمان، متى بتفتحون التسجيل حق مبادرة بوصلة المستقبل؟ والله إحنا بالخطة السنوية كان متوقع يكون عندنا دفعتين خلال هالسنة، ولكن بسبب COVID-19 اضطرينا نأجل هالشيء، خصوصا المؤسسات مو قادرة أنها تستقبل الطلاب بشكل ميداني، وما نبي نسويها تجربة مثل ما نقول افتراضية، أن مثلا والله نصور لهم الأماكن وهذه، يعني نبي نحافظ على الكونسبت الأساسي اللي أنشأت عليه بوصلة المستقبل، وهو التدريب الميداني. ولكن حاليا نحن إن شاء الله في صدد إطلاق برنامج يستهدف أن احنا يكون عندنا مجموعة من الجلسات الاستشارية والورش التدريبية بموضوع تحديد التخصصات وبموضوع العمل الميداني والتدريب الميداني مع المؤسسات، وقاعدين نحاول بعد حتى نوفر وظائف أونلاين، يعني تدريبية ولكن أونلاين بشكل إلكتروني، ولكن هذا أغلب وظائف إدارية. فإن شاء الله يعني بإذن الله قريب بنفتح هالأشياء، ممكن حتى يعرفون باقي التفاصيل عن كل البرامج اللي بيتم إطلاقها مع بوصلة المستقبل بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا اللي كانت محطوطة قبل شوي، وهي عبارة عن فكرة الابليكيشنز هي عبارة عن FCI_QA بوصلة مستقبل. بمجرد ما تبحثون عنها بتلاقونها في أول اختيار موجود عندكم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. أنا قبل لا أنتقل للسؤال الثاني للدكتورة حمدة، بس حابة أأكد على أخواني المشاركين في هذه الندوة إن أهما يقدموا لنا استطلاع لقياس مستوى الرضا العام عن هذه الجلسة من خلال الباركود اللي موجود أمامكم، فياليت إن إحنا ناخذ آراءكم حول هذه الندوة للاستفادة منها. السؤال الثاني سؤال دكتورة حمدة، يعني أنا أشوفه وايد إينا في خلال الأماكن اللي إحنا نروحها نقدم فيها تعريف عن مركز قطر، ونشوفها حتى عند أبنائنا عند عيال أخواتنا، فدائما يسألون هذا السؤال: كيف أقنع والدي إنهم ما يأثرون على اختيار التخصص الدراسي اللي أنا أبيه؟ طبعاً هذه إجابة هالسؤال ما راح تكون إجابة نموذجية، لأن صحيح. إحنا في مجتمع شرقي والإنسان يعني طاعة الوالدين والأمور اللي تندرج تحتها الثقافة العامة للحين ما تطورت مع الجيل القديم، ما راح يكون في إجابة نموذجية، ولكن الإنسان يعني الطالب الصغير يثقف نفسه ويثقف والدي، يعني ما يأخذ الموضوع على أن أبوي أو أمي مثلا يضطرون أن أنا أدخل تخصص معين وأنا أصير معاند وفي مجال يعني شد وربط مع الوالد. خلني أثقف أبوي أثقف أمي بطريقة غير مباشرة عن التخصص اللي أنا أبيه اللي ممكن يناسبني، مثلا أسجل في البرنامج هذه مال برنامج الإرشاد المهني الإلكتروني، ومثلا الإجابات بتبين لي هل أنا شخصيتي تتناسب مع هالتخصص أو لا. تقول وفي البرنامج نفسه يتيح لك إنك تشارك أبوك أو المرشد الأكاديمي بالنتائج، فمنها تقول إنه نعم أنا هالتخصص يناسبني أو هالتخصص ما يناسبني. وطبعا الآباء ينظرون يعني لو شوي بس ينظرون إلى الأمور من زاوية أخرى غير اللي الطالب ينظر لها، وهذه يعني مهم إن هاي الأمر اجتماعي بالدرجة الأولى، مش إرشاد مهني يعني. فأنت مثلا ممكن تروح المرشد الاجتماعي اللي في المدرسة يساعدك، ممكن يعطيك أشياء أفضل من اللي أنا أقولها،
ولكن يعني أنا أبيك كطالب تكون أرفع من نقطة إن عناد وهم يغصبوني، لا أنت انزل وافهم شي يبون هما في الأساس، الهدف في الأسمى مصلحتك. تكلم مع والدك بطريقة مهذبة، شوف ممكن يكون عنده أمور مادية مثلاً، إذا تخصص مثلاً في هالمجال في بعثة وفي هالمجال ما في بعثة فهو ما يقدر يدفع لك في تخصص معين، يعني في تفاصيل كثيرة في هالنقطة. أنا أنصح بالمناقشة الهادئة بين الأب والوالد، بين الطالب والوالد. شكراً دكتورة حمدة. أنا حطيت السلايد أرقام التواصل لمبادرة بوصلة المستقبل لأن قاعدتين أسئلة كثيرة عليها، وأرقام التواصل إذا أختي إيمان بس تردين تذكرين فيها طلابنا. أرقام التواصل بتلاقونها طبعاً في كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا، هي عبارة عن FCI_QA أو ممكن تكتبون بالعربي بوصلة المستقبل، بتلاقونها بعد في أول اختيار موجود عندكم سواء في تويتر سواء في إنستغرام وحتى في فيسبوك بعد، وبإمكانكم حتى تتواصلوا معنا عن طريق رقم الهاتف الموضح عندنا قبل شوي والإيميل الموجود، ويعني حتى لو بتبون تتواصلوا معي بشكل مباشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيني بعد بركها من ساعة، يعني أنا أتأكد أنه بكون داعمة لكم دائما. وآخر سؤال بعد لك أختي إيمان، رح نختم طبعا الأسئلة كثيرة بس عشان الوقت، في طالبة في مرحلة ثانوية تقول شلون أقدر أسجل حق التدريب الميداني أو أي ورشة لتخصص الطب، أنا طالبة في المرحلة الثانوية. بالنسبة لتخصصات الطب احنا عندنا عقود واتفاقيات مع مؤسسات طبية مثل مؤسسة حمد والرعاية الأولية بحيث أنهم يوفرون لنا برنامج تدريبي للطلاب المنتسبين اللي من عندنا. في عندك طريقتين، يا أما أنك أنت تشاركين بشكل مباشر في هذا البرامج عن طريق مؤسسة طب التحديد مع مركز التدريب الموجود عندهم، بتحصلينه في الكول سنتر بيعطونك إياه أكيد، أو عن طريق الإيميل أو عن طريق المدرسة نفسها إذا عندكم مرشدة أكاديمية ممكن يترتب لكم الأمور مع مستشفى حمد والرعاية الأولية. ولكن كتدريب ميداني يعني أغلب هذه البرامج أغلبها برامج نظرية أو ورش تدريبية، كتدريب ميداني على أرض الميدان في عندك مقاعد محدودة في مؤسسة حمد والرعاية الأولية، وإحنا عندنا بعد من هذه المقاعد مقاعد خاصة في مبادرة بوصلة المستقبل للمنتسبين الموجودين عندنا. فطريقة التسجيل لأي برنامج يتم الإعلان عن البرامج الخاصة فينا بعد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الصحافة والإعلان، ويمكنكم تسجلون عن طريق الرابط في مثل استبيان شوي طويل هو، لأن الهدف من هالاستبيان لحنا نفهم أكثر عن شخصيتكم، عن نوع المرشد الأكاديمي اللي بتحتاجون يقعد معاكم، هل أنتم مثلا كلش مبعرفين تحديد التخصص ولا أنتم بانين تخصص أولي وبعدين تبون حد يساعدكم بالضبط، يعني أنتم حاطين فوقكم أنا طب بس مو عارفين طب شنو، طب مثلا طب جراحة ولا طب صيدلة ولا طب عام ولا طب أسنان، فبيحتاج لكم نوع من أو مرشد أكاديمي متخصص في هالشيء. طبعا هاي احنا بعد نوفره عندنا خلال البرنامج، واغلب برامجنا للأمانة حتى مجانية، واذا فيها في عليها يعني مبالغ تأمينية فقط ان تدفعون هالمبلغ التأميني عشان احنا نتأكد من حضوركم، وبعدها يتم استرادة لكم بعد ما تتخرجون. طبعا لما تتخرجون من البرنامج عندنا تاخذون شهادتين، شهادة من المؤسسة وهي شهادة خبرة من المؤسسة ان انتم كنتوا داومتوا عندهم من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، وشهادة من عندنا اللي هي شهادة ساعات العمل المجتمعية المطلوبة من عندكم حق الجامعة، لان كل طالب سواء في المرحلة الثانوية صف اول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي مطلوب من عندكم 25 ساعة عمل مجتمعية، فاحنا نلبي لكم على عدد ساعات العمل اللي انتم داومتوا فيها في احدى المؤسسات الموجودة معنا. جميل جدا دكتورة حمدة النعيمي والأخت إيمان العبيدي أخوي صالح السعدي، أنا الحديث معاكم بصراحة يعني لا يمل، وقاعدة أشوف الأسئلة اللي تي وأحس إن إحنا حفزنا الطلاب اليوم وهم في بداية إجازاتهم الصيفية، وبالفعل يمكن احنا سنتين مع الكورونا وقاعدين في البيوت ومحتاجين الحين نحن نعيد حياتنا السابقة، ونشكر رب العالمين ان الحياة بدأت تعيد تدريجيا شوي شوي، وان شاء الله جميع طلابنا وجميع ابنائنا يكونون يشاركون في هذه البرامج اللي بالفعل في ناس خلف الكواليس قاعد تشتغل عليها. دكتورة حمدة
أختي إيمان، أخوي صالح، أشكركم جزيل الشكر، وحابة أختم معاكم هذه الندوة اللي أنا لي الشرف أني أنا استضفتكم فيها، وفرحانة جدا وعيالي قاعدين يتابعونكم وفرحانين بالمعلومات اللي أنتم قدمتوها لهم، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا. شكرا، بالتوفيق. الله يعافيكم. يعطيك العافية خلود.